استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مع استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع لليوم الثالث والثلاثين بعد المئة منذ طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي وأكدت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في بيدة النصر ما أدى لسقوط ثلاثة شهداء وإصابة آخرين كان شخصان على الأقل قد استشهدا وجرح آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في شارع السكة شرق جبليا شمال قطاع غزة وأفادت مصادر بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين وعددا من الجرحى من تحت أنقاض المنزلين وما زالت تبحث عن عالقين وتحاول إسماد حريق نشب في المكان جراء القصف الإسرائيلي